بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية الى المرشح الجمهوري للرئاسه الامريكيه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب واعرب سموه في البرقيه عن استنكاره الشديد لمحاوله الاغتيال التي تعرض لها اثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولايه بنسلفانيا الامريكيه واكد سموه ادانته لكافه اشكال العنف السياسي التي تتعارض مع الاعراف والقيم الديمقراطيه معربا سموه عن ارتياحه لان الرئيس السابق دونالد ترامب بخير